في إطار متابعة تنفيذ البرامج المباشرة في شهر رمضان المبارك، قام سعادة السيد علي بن محمد الرمحي وزير شؤون الإعلام بزيارة إلى موقع تصوير برنامج السارية في رأس حيان، حيث طلع سعادته على سير العمل في البرنامج وهنأ طاقم العمل من معدين وفنيين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وقد ثمن سعادة وزير شؤون الإعلام الدعم الكبير الذي يلقاه قطاع الإعلام والاتصال بشكل عام وبرنامج السارية بشكل خاص من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، مؤكدا أن سموه الدعم الأول لكل جهد من شأنه الحفاظ على موروثنا الشعبي الذي يعكس تاريخ وأصالة مملكة البحرين. كما تقدم سعادة وزير شؤون الإعلام بخالص الشكر والتقدير للجنة رياضات الموروث الشعبي التابعة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة ولشركة باتلكو على دعمهم للبرنامج وتعاونهم المستمر مع وزارة شؤون الإعلام لما فيه تعزيز الدور الكبير لإعلامنا الوطني. إلى ذلك قام سعادة وزير شؤون الإعلام بزيارة إلى فريق عمل برنامج مجتمع واعي بالتزامن مع تغطية البرنامج لختام حملة في النخير التي أطلقها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة، مثمنا الجهود التي والي بذلها فريق العمل في إنجاح هذا البرنامج الهادف. وأشار سعادة وزير شؤون الإعلام إلى أن إشادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى أيده الله ورعاه بالبرنامج هي خير دليل على ما يحققه برنامج مجتمع واعي من تأثير إيجابي طيب لمختلف شرائح المجتمع عبر مواكبته لكل المستجدات المتعلقة بجهود مملكة البحرين في مكافحة هذه الجائحة العابرة بإذن الله. مقام سعادة وزير شؤون الإعلام بزيارة إلى فريق العمل بل عمل برنامج أنت في البيت وأشاد بجهودهم المبذولة لإنجاح هذا البرنامج المبتكر الذي يعزز ثقافة التحفيز الملتزمين بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا. وأكد سعادة وزير شؤون الإعلام أن الفريق الوطني بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القادة الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء يبذل جهودا جبارة نالت إشادات على مستوى العالم وتستحق منا كل الدعم والإسناد بكل السبل والإمكانيات المتاحة. كما قام سعادة وزير شؤون الإعلام بزيارة إلى إدارة الإذاعة وإدارة الأخبار ووكالة أنباء البحرين حيث التقى بالموظفين وهنأهم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وأشاد بجهودهم المبذولة في مختلف ميادين العمل الإعلامي مقدرا حرصهم المستمر وكفاءتهم العالية في الوقوف على كافة المستجدات ونقل الصورة الكاملة للجميع بكل مهنية وشفافية في ظل الظروف الحالية الاستثنائية وتغطية جهود وزارات ومؤسسات الدولة التي تلقى كل اهتمام ورعاية من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر، مؤكدا في ختام جولته أن جميع الجنود العاملين على مدار الساعة في قطاع الإعلام محل تقدير الجميع، داعيا الله العلي القدير أن يحفظ البحرين في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك المفدى أيده الله. عمل دؤوب ومستمر تقوم به وزارة شؤون الإعلام في إنتاج المواد الإعلامية والبرامج المتنوعة والمتخصصة لتقدمها بأفضل صورة خلال شهر رمضان المبارك. بداية نبارك للجميع هذا الشهر الفضيل. الحقيقة أنا في تواصل يومي مع جميع الإدارات في وزارة شؤون الإعلام وزيارات مستمرة ومتابعة لكل ما يقدمونه الشباب البحرين من خلال هذه المؤسسة الإعلامية الرسمية. اليوم أنا كنت حريص أني أزور كل البرامج اللي تبث بشكل مباشر. زرنا البرامج هذه نحاول من خلال التقارير اللي تقدمها إدارة الأخبار نبرز هذه الجهود. هناك جنود مجهولين يعملون على مدار الساعة يواصلون الليل بالنهار، وقمنا بزيارة الإذاعة، إدارة الأخبار، وكالة الأنباء. الجميع يعمل على مدار الساعة، مجهود الحقيقة مقدر يستحقون عليه جزيل الشكر.
وزارة كل البرامج اللي تشوفونها ما تقدم من خلال هذه الإدارات إلا بتعاون جميع الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية. خلال هذا الظرف الاستثنائي أثبتت البحرين بأنها فعلا قصة نجاح في إدارة أي أزمة. سمو ولي العهد راهن على وعي المجتمع، شفنا مجتمع واعي جدا، قدرنا من خلال الكثير من التقارير والكثير من البرامج أن نوصل هذه الرسالة بأن لدينا مجتمع واعي، هناك ثقة متبادلة بين القيادة والشعب، هناك عمل كبير يقومون فيه جنود مجهولين ما حد يعرفهم. فمن خلال هذه الزيارات نطلع أو يطلع الجمهور على هذه الجهود، فلهم مني كل الشكر والتقدير. رغم تحدي فيروس كورونا المستجد، إلا أن منتسبي الوزارة وبكل مسؤولية وطنية ومهنية يواصلون عملهم في مختلف القطاعات. وكالة أنباء البحرين أحد روافد الإعلام البحريني، هي المصدر الرسمي والمصدر الموثوق للخبر الرسمي اللي يصدر عن مملكة البحرين. وكالة الأنباء تتكون من عدة أقسام، أبرزها قسم التحرير والمراسلين، وقسم عندنا الترجمة والإعلام الإلكتروني. هناك متوسط 80 صورة صحفية تبث الوكالة، وبالإضافة إلى متوسط 120 خبر صحفي باللغتين العربية والإنجليزية. العمل عندنا بيستمر على مدار الساعة طوال الأسبوع. يمكن الفترة هذه اللي مرينا فيها الظروف الاستثنائية اللي حصلة في العالم أن تضاعف عندنا العمل، لكن الحمد لله الشباب موجودين قاعدين يسدون وقطون العمل بشكل مستمر. زيارة اليوم اللي تشرفنا فيها سعادة الوزير هاي بشكل مستمر، دائما بين فترة وفترة سعادة الوزير تفقد العمل، تفقد بسير العمل عندنا في الوكالة. نتمنى إن شاء الله في الأعوام القادمة أن تكون عندنا أمور أفضل وتكون ترجع الحياة إلى حياة الطبيعية. الإذاعة أعدت أكثر من 35 برنامج أو مادة إذاعية بين السهرات الإذاعية وبين المسابقات الموجهة لفئة الشباب وأيضا الموجهة للأطفال، وأيضا في تلاوة القرآن الكريم 7 سهرات مختلفة متخصصة في الثقافة، في الدين، في نوعية من البرامج اللي تعزز المنظومة القيمية، الفواصل القصيرة اللي تحمل رسائل قيمة للمستمعين، وحرصنا على التنوع بحيث أن تكون خلال الساعة الواحدة أكثر من 15 مادة موجودة بين البرامج أو الفواصل أو الفقرات الرمضانية أو فواصل الهوية، بحيث أن نضمن أن المستمع يتم يستمع ويانا. التنوع والتميز والإثراء هي الصورة التي خرجت بها معظم المواد الإعلامية التي أشرفت الوزارة على إنتاجها بسواعد وطنية احترافية واصلت العمل بكل تميز وإبداع. العمل يتضاعف الآن خصوصا مع دخول شهر رمضان وأيضا عندنا العيد جاي. كان عندنا أعمال كثيرة قبل رمضان وهي الفواصل والأذان والمدفع اللي شفتوهم من خلال متابعتكم لتلفزيون البحرين، ولكن الآن العمل مستمر. عندنا نشرف على برنامج أنت في البيت واللي حفز المواطن على قعدته في البيت، لأن احنا نكافئهم يوميا على جلوسهم في البيت. غير هذه عندنا مجموعة من الفواصل، لأن عملنا في إدارة الإبداع هو يعني أن احنا نشرف على اللوك العام لتلفزيون البحرين، فنزودهم بالفواصل اللي تخص المناسبات اللي جايتنا، مثلا عيد العمال، عندنا ايضا يوم الصحافة العالمي، ايضا عندنا في نهاية الشهر اكيد العيد، فمستمرين دائما في الاعمال وما نتوقف اكيد. بتوجيهات ومتابعة مستمرة من سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام، تواصل إدارة الأخبار بالوزارة جهودها في ظل هذه الظروف الاستثنائية بجهود شبابية مميزة من العاملين في الإدارة لمواكبة المستجدات ونقل الصورة الكاملة لمختلف شرائح المجتمع عبر برامج ونشرات إخبارية على مدار الساعة، أبرزها يمكن برنامج مجتمع واعي المتواصل يوميا في شهر رمضان المبارك، استكمالا للنجاح الكبير اللي حققه منذ انطلاقته
واللي تشرف بإشادة غالية على قلوبنا جميعا من سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى أيده الله ورعاه، بالإضافة إلى الإنتاج المستمر من خلال نشرات الأخبار باللغتين العربية والإنجليزية، والدور الكبير في وسائل التواصل الاجتماعي لنقل أهم وآخر الأخبار للمتابعين أولا بأول على مدار الساعة. أتوجه بكل الشكر والتقدير لجميع العاملين في إدارة الأخبار على جهودهم المستمرة خدمة لهذا الوطن الغالي في ظل قيادة سيدي جلالة الملك المفدى. جميع إدارات وزارة شؤون الإعلام حملت على عاتقها مسؤولية تقديم محتوى إعلامي وطني يلبي تطلعات الجمهور في ظل هذا الظرف الاستثنائي العالمي. جهود حثيثة يبذلها منتسبو وزارة شؤون الإعلام لإنتاج المواد الإعلامية لتقديمها للجمهور الكريم عبر الشاشة الوطنية. هذه الجهود تضاعفت خلال فترة مكافحة فيروس كورونا، وتضاعف العمل كذلك خلال فترة شهر رمضان المبارك بإشراف ومتابعة من قبل المسؤولين بالوزارة. يحيى العمري لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.